اتوقع يمكن هذه من التحديات اللي يعني اللي الأطقم الأرضية تواجهها في تدريب رواد الفضاء. دائما يحاولون يشوفون أنسب طريقة أنهم يجهزون رواد الفضاء للمهمات الفضائية القصيرة والطويلة، مو بلا بس رائد الفضاء، حتى عائلة رائد الفضاء، لأن بطريقة أو بأخرى يمكن رائد الفضاء يتأثر بطريقة غير مباشرة عن طريق أهله. نحن دائما حتى في مهماتنا الفضائية في المهمة الأولى والثانية في كانوا أخصائيين يجلسون مع أهلنا ويخبرونهم هزاع في الأطلاق شو بيواجه، شو الخطورة الموجودة وشو المعدات الموجودة اللي تحميه من أي خطورة إن وجدت، عشان يطمنون الأهل، عشان يطمنون الأهل، لأنه في النهاية إذا أنت فكرت أن أهلك مش جاهزين يمكن هذا يأثر على أدائك في العمل. ودائما في أي منظومة، في أي منظومة أضعف حلقة البشر، لأنك أنت هالشخص ما تقدر بغض النظر عن التدريب اللي تاخذه ما تقدر تتنبأ بتصرفاته، ولكن نحن في تدريباتنا يحطونا في ضغط جدا كبير عشان يشوفون يعني أنت كيف بتكون ردود أفعالك في حالات الضغط الشد وحالات يعني صعبة جدا، كيف بتكون ردود أفعالك. ومن بعدها يلسون معنا الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين ويقولوننا نحن شو لازم، كيف نتغلب إذا وجدت المشاكل، وأيضا شو الطرق الموجودة عشان إذا أنت في ضغط نفسي كيف تقدر أنت تتعامل مع هذا الشيء إذا وجد هذا الشيء.